بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكل الإخوة الكرام إلى هذه الفقرة لتعليم اللغة الفرنسية، طبعا مع كتاب ليغي كومبوند كالعادة. طبعا انتهينا مع هذا الصوت، صوت أي كما رأينا. في هذه الفقرة إن شاء الله سنرى صوت آخر، اللي هو كما تلاحظوا أنه تكتب إي أو إن. طبعا ممكن أنه يأتي في أول كلمة، في وسط الكلمة، في أكثر الحالات نجده في آخر الكلمة كما تلاحظوا، ولكن هذا لا يمنع من أنه يكون مثلا في أول الكلمة أو في وسط الكلمة. إذن هذا الصوت هو يون يون. طبعا أو أن تنطق أون، نضيف لها إي، إذن يون. ما خاصناش نخلطو بين يون وبين واه. واه أو إي أن، أو هي الأولى، إي الثانية ثم أن، هذيك تنطق واه. غنبداو بأو هي الأولى ثم إي أن تعطي الصوت أ. واه واه. ولكن الذي عندنا هنا طبعا عندنا إي هي الأولى، إذن سننطق يون يون يون. مثلا لو كاميون لو كاميون، روغادي سيت ايماج لا، سي لو كاميون، فوالا سي لو كاميون. إذن لو كا لو كا، طبعا سي متبوعة بأ، سي متبوعة بأ، إذن ستعطي الصوت ك. إذن لو كا ميون ميون، لو كاميون لو كاميون لو كاميون. إذن نتكلم عن الشاحنة، كلمة مذكرة لو كاميون. إذن عندنا هذه المقاطع اللفظية، عندنا فيون ميون نيون ديون سيون بيون بيون جيون ريون بيون بيون. نعيد نغبخونو، فيون ميون نيون ديون سيون بيون جيون ريون بيون. هاد اي او ان كاين واحد المزيج معروف في اللغة الفرنسية طبعا مع هاد اي او ان، تنضيف لها تي، فبدل اننا نطقها تيون تي، اما انها تنطق كالتاء او كالطاء على حساب المواقع ديالها في بعض الكلمات، اذا على حساب الكلمة طبعا. ولكن هاد تي اي او ان كما تنشوف هنا كل حرف تنطق بشكل عادي. عندنا فيون ميون نيون ديون سيون بيون جيون غيون بيون. من الطبيعي هنا خاصنا ننطقو هذا المقطع اللفظي تيون، الى انه تنطق سيون سيون سيون. سنرى بعض الكلمات التي تكون فيها هاد تي اي او ان وتنطق سيون، كل كلمات أن تنتهي بالتي اي او ان تنطق سيون، يجب أن نحفظ هذا جيدا. مثلا لا ريباراسيون، لا ريباراسيون كي فيان دو فيرب ريباري، إذا نتكلم عن ريباري يعني أصلح، لا ريباراسيون الإصلاح. مثلا أون بو بارلي بارفوا دو لا ريباراسيون دو فواتور، إذا أحيانا نتكلم عن إصلاح سيارة. La réparation d'une voiture, par exemple. Et dans l'islah siyara, mettelen, thumma, la punition. La punition. Le verbe punir. Allati la alaqa taban bi fi'l aqaba. Punir, yani aqaba. La punition, yani al-iqab. Ou l'uquba. La punition. La punition. La réparation. Sion, sion, la réparation, la punition. Tout maintenant, l'opération, le verbe opérer, yani fil, comme on a dit, qu'amé bi amalia, opérer une malade, et dans l'opération amalia. Maintenant, on a dit, ahyanan, l'opération chirurgicale, et dans l'opération amalia, jirahia, et dans l'opération, l'opération, l'opération. L'opération. Et enfin, on a la direction. La direction. Tabana di adda ala qab fi'l, diriger. Diriger. Fi'l,
سيارة أو أدارة. إذا لا ديريكسيون المقصود بها الإدارة، لا ديريكسيون المقصود بها الإدارة. ممكن تعني أيضا توجه، لو فيرب سو ديريجي فعل توجه، سو ديريجي يعني توجه، لا ديريكسيون. إذا كما قلنا لا ريباراسيون، لا بونيسيون، لوبيراسيون، لا ديريكسيون. لا ريباراسيون الإصلاح، لا بونيسيون العقوبة، لوبيراسيون العملية، لا ديريكسيون الإدارة أو الاتجاه. إذا لا ريباراسيون، لا بونيسيون، لوبيراسيون، لا ديريكسيون. Gare à tes doigts mon garçon, fais attention. Gare à tes doigts. طبعا كلمة gare ممكن أننا نوجدها بمعنى la gare مثلا، يعني المحطة، بمعنى المحطة. نقول مثلا la gare du train، محطة القطار، أو محطة الحافلات إلى غير ذلك. نتكلم عن المحطة، إذا نتكلم عن la gare. لكن الذي عندنا هنا، عندنا une interjection. طبعا l'interjection المقصود بها واحد الكلمة انفاريابل، أنها ثابتة لا تتغير، تتبقى هكذا، ما فيهاش الجمع والمؤنث المذكر، أنها تتبقى هكذا gare. حتى بالنسبة للكلمات الأخرى اللي تنطلق عليها interjection، إذن هي كلمات غير متحركة، مثلا أو مثلا أوف، كلمات تكون بهذا الشكل. طبعا كلمة غار تعني احذر على، غار اتي دو، غار اتي دو، غار اتي دو. طبعا لي دو مقصود بها الاصابع، تي دو اصابعك. اذا بحال تنقولوا هنا اين اصابعك، اتي دو، غار اتي دو، احذر على اصابعك او من اصابعك الى غير ذلك. مون غارسون، مون غارسون طفلي، في اتونسيون، افعل حذر، المقصود كن حذرا، كن حذرا. هنا نقولها مستعملين لو فيرب فير، فعل فعل، لو فيرب فير، في اتونسيون، افعل حذر، مقصود كن حذرا. غارتي دوا مون غارسون، في اتونسيون، غارتي دوا مون غارسون، في اتونسيون. إذن عندنا اتونسيون، 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 تكتب تي او ان، تي او ان. ensuite on a des mots avec ion، d'autres mots avec sion. nous prenons les mots avec ion، par exemple le lion. طبعا في المؤنث نقول la lionne، يعني اللبؤة، le lion الاسد، le lion. ثم عندنا le camion، ensuite on a le camion، voilà c'est le camion. après، après qu'est-ce qu'on a، on a l'avion، l'avion، l'avion. le mot suivant la région، la région يعني المنطقة. نتكلم احيانا عن une étude مثلا régionale، نتكلم عن دراسة جهوية مثلا، اذا خاصة بالجهة. اذا la région المقصود بها الجهة، la région. احيانا نتكلم عن la région de Paris، منطقة باريس، إذا نتكلم عن جهة باريس، la région de Paris. أو نقول مثلا la région de Marrakech، إذا نتكلم عن جهة مراكش أو منطقة مراكش. ثم عندنا le pion، le pion. regardez cette image là، on a des pions، voilà ce sont les pions. إذا نتكلم عن البيادق، بيادق، إذا البيادق يسمى le pion، le pion. Ensuite, nous prenons les mots avec sion. Par exemple, l'opération. L'opération, c'est ce que nous venons de voir pour l'instant. L'opération. L'opération. Ensuite, on a l'émotion. L'émotion. Infiel. Ou l'ihsas. On utilise l'atifa. L'émotion. L'émotion. Thomas, la ration. La ration. La ration. Il doit utiliser un autre hiss. Mettez-le tout en temps. للجنود أو لغيرهم. نتكلم عن حصة غذاء أو أي حصة من الحصص ممكن أن تكون يومية، إذن تسمى لغاسيون، يعني كل واحد وعنده الحصة ديالو من واحد الشيء مثلا، من واحد الغذاء مثلا، إذن تسمى لغاسيون. لا كونديسيون، لا كونديسيون، إذن نتكلم عن
الشرط أو الحالة. إذا نقول مثلا بأن هذه الشروط بأنها ملائمة، كما نقول بأن الظروف ملائمة. إذا نتكلم عن لي كونديسيون، هنا عندنا لا كونديسيون، لا كونديسيون. ممكن أن تعني الشرط، ممكن أن شخصا مثلا يطلب منك فعلا ما، يطلب منك مساعدة ما، فتقول له أكونديسيون كو، بشرط أن يكون كذا. أكونديسيون كو، ثم نكمل الجملة طبعا، يعني بشرط أن تكون هناك كذا. المقصود هنا بأنني سأستجيب لك ولكن بشرط، أكونديسيون كو. إذا نتكلم عن لا كونديسيون. ثم عندنا أن بوتي مارتو، روغاردي سور ليماج، سو غاسون تيان أسما أن بوتي مارتو. إذا هذا الطفل طبعا يحمل في يده، يمسك في يده أن بوتي مارتو، مطرقة صغيرة. إذا عندنا هنا أن بوتي مارتو، أنسويت هنا ديكلو، ديكلو، روغاردي، إلا أوسي ديكلو، إلا مارتو، إي ديكلو، سور ليكال إل طاب. إذا نتكلم عن مسامير، ديكلو، واسي أن جون موزي، روغاردي إيسي. Voici un jeune menuisier. Voici un jeune menuisier. Voici un jeune menuisier. Ah, ou un jaron sagir. Ou un jaron cheb. Voici un jeune menuisier. Ah, ou un jaron sagir, comme on appelle. Voici un jeune menuisier. Ah, ou un jaron sagir. Que fais-tu, petit menuisier? Que fais-tu, petit menuisier? Mada tafal anta, un jaron sagir. Je fais des réparations. Je fais des réparations. أنا أقوم بإصلاحات. Je fais des réparations. Des réparations. أنا أقوم بإصلاحات. Que répares-tu? Ici on a le verbe réparer. Que répares-tu? وماذا تصلح أنت؟ Petit menuisier. يعني نجار صغير. أيوة نجار صغير. Que répares-tu? Petit menuisier. Mada tusli anta, ayo najar sagir. Mon camion et mon avion. C'est-à-dire que je répare mon camion et mon avion. Ana uslih shahinati sagira matalan wa ta'irati. Ana uslih shahinati wa ta'irati. Ne tape pas sur tes doigts. Ne tape pas sur tes doigts. إذن لا تضرب على أصابعك، المقصود احذر أن تضرب أصابعك. نو تابا، إيسي أون لو فيرب تابي، كونجيي أن إمبيراتيف، مصرف في الأمر. إذن نو تابا سوغ تي دوا. بوتي منوزي، أيها النجار الصغير، جو سي ترافايي، إي جو في أتونسيون. جو سي، أنا أعرف. طبعا هذا رأيناه فيما سبق. C'est le verbe savoir. C'est le verbe savoir. Je sais. أنا أعرف. كما رأينا نقول je sais, tu sais, il sait. Je sais, tu sais, il sait. أنا أعرف، أنت تعرف أو أنت تعرفين، هو يعرف. Il sait. Elle sait. هي تعرف. ثم معنا نقول nous savons, vous savez, ils savent. Nous savons. نحن نعرف. وصافي أنتم تعرفون، إيل صاف هم يعرفون. مثلا ممكن نقول نو صافون ترافايي، نحن نعرف نعمل، حنا تنعرفو نخدمو. نو صافون ترافايي، أو نقول مثلا تو سي ترافايي، أنت تعرف تعمل، أنت تعرف تخدم. أو كما عندنا هنا جو سي ترافايي، أنا تنعرف نخدم. إي جو في أتونسيون، وأنا أفعل حذر. المقصود أنني على حذر، يعني حتى لا أضرب أصابعي. جو سي ترافايي إي جو في أتونسيون. إذن كما رأينا لو ليون سي لو ليون، لو كاميون، لافيون، لا ريجيون، لا ريجيون دو باري باغ إكزومبل، لو بيون، روغاردي إيسي، سو سون دي بيون. أنسويت أون دي مو أفيكسيون باغ إكزومبل، لوبيراسيون، لوبيراسيون شيروجيكال. Parfois on parle d'une opération militaire. Hélène, tu as dit que c'est une opération militaire.
Ensuite, on a l'émotion, l'émotion, la ration, le nasib, la condition, shart, ou darf. Un petit marteau, voilà, c'est un petit marteau. Des clous, regardez, ce sont des clous. Voici un jeune menuisier. Que fais-tu, petit menuisier? Je fais des réparations. Que répares-tu, petit menuisier? Mon camion et mon avion. Je répare mon camion et mon avion. Ne tape pas sur tes doigts. Ne tape pas sur tes doigts, petit menuisier. Ne tape pas sur tes doigts, petit menuisier. Je sais travailler et je fais attention. Je sais travailler et je fais attention. نستأنف الفقرات القادمة حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.